احنا هنلعب المفروض ان هو هيلعب بابيض ابيض ابيض ثلاث شكل. بالنسبه طبعا اعتقد ان هي زي ما انت قلت مباراه، اعتقد ان هي طبعا مباراه مهمه، مباراه صعبه بالنسبه لنا، ولكن ان شاء الله احنا قادرين ان شاء الله باذن الله، لان احنا قفلنا خلاص. يمكن احنا قلنا ان احنا مباراه السنغال بكل اللي فيها احنا قفلناها، ودلوقتي كل تركيزنا حتى من اول ما وصلنا ان كل تركيزنا هو ان شاء الله باذن الله على مباراه تونس. اعتقد ان احنا استعدينا بشكل كويس. بنشكر الامن على حضور ال 15000 يكونوا موجودين بكره. اعتقد ان دي هتكون اقوى مسانده للاعبين جوه الملعب. اعتقد ان هيكون ليها عامل كبير للاعبتنا ان شاء الله باذن الله جوه الملعب. المباراه دي او الثلاث نقاط دول اعتقد ان هم مهمين جدا عشان يدخلونا تاني ان احنا نبقى متواجدين في المجموعه. اتكلمنا مع اللعيبه في الوقت اللي فات، وطول الوقت في تحفيز بشكل كبير. المباراه على ملعبنا، اتفرجنا على مباراه تونس، جهاز شرح كل الاخطاء اللي فاتت في المباراه اللي فاتت، جهاز شرح ايه مناطق القوه بالنسبه لتونس، ايه مناطق الضعف بالنسبه لتونس. يعني ينقصنا طبعا توفيق الله عز وجل، وينقصنا دعوات كل المصريين اللي احنا متعودين دايما ان هم بيدعوا لينا عشان ربنا يوفقنا ونحصل ان شاء الله على الثلاث نقاط. بالنسبه طبعا للاستفزازات او تضييع الوقت او الكلام ده او كده، احنا عندنا هدف واحد في الملعب، وده اللي احنا قلناه للعيبه. 11 واحد ان شاء الله يكونوا موجودين من اول اللقاء لاخر اللقاء بيقاتلوا عشان نحقق الثلاث نقاط، بعيدا بقى عن اي استفزازات، بعيدا عن اي تضييع وقت. لان احنا لو بقى لينا الدوافع الاكبر والاولويه جوه الملعب، ما اعتقدش ان منتخب تونس هيفكر ان هو يضيع الوقت، لان احنا محتاجين ان احنا ناخد الثلاث نقط دول، لان هم مهمين جدا جدا بالنسبه لنا.